فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. هل لأحد أن يقول أخذ بالدليل مباشرة علم الآية والحديث؟ هذا نصف للعلم كله، اللي يقول أنا أخذ رأسا من الكتاب والسنة، هذا نصف للفقه كله وتجديد فقه لم يسبق إليه، وهذا هو الضلال، وهذا من فصل آخر هذه الأمة عن أولها. قد قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا كان الإمام أحمد على جلالة قدره وتبحره في العلم واطلاعه على الأدلة حتى إنه يحفظ ألف ألف حديث، يعني ألف الألف كم هي؟ مليون حديث يحفظها بأسانيدها. إذا كان هو كما سبق لا يفتي إلا بما سبق أن أفتى به إمام قبله، وأما ما لم يسبق فيه فإنه يتوقف فيه تورعا. فهل هذا الذي يقول أنا آخذ من الكتاب والسنة مباشرة هل هو أعرف من الإمام أحمد؟ والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا يبي يلغي حتى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، يلغي الأئمة الخلفاء الراشدين فضلا عن الصحابة، يبي يلغي كل شيء ويصير هو يأخذ من الكتاب والسنة بفهمه هو. وإذا نظرنا من هو هذا الذي يقول وما هو مستواه من العلم، هل عنده من العلم أكثر من علم الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ ما يبلغ ولا عشر معشار ما عندهم، ومع هذا لم يتنصلوا من أقوال السلف ومن أقوال الصحابة والتابعين، بل كانوا يتبعونهم.